مرحبا يا أصدقائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شارع الحياة. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا ننطلق. يجلس قمر وسامي في الحديقة كل يوم، حيث يقضيان الكثير من الوقت. وبينما كانت قمر تلعب بالكرة، لاحظت أن سامي يجلس وحيدا ويبدو عليه الحزن، فاقتربت منه وحاولت أن تجعله يلعب معها بالكرة. تعال يا سامي لنلعب. لا أريد يا قمر، لا أرغب باللعب الآن. هيا هيا يا سامي، لا تكن هكذا. قلت لك أنني لا أريد اللعب يا قمر. تفاجأت قمر بما فعله سامي، وشعرت أن هناك أمرا ما قد حصل بشكل خاطئ، ولكنها لم تعرف ما هو. وعندما وصلت قمر إلى مركز شارع الحياة، أخبرت الآنسة رشا بما جرى بينها وبين سامي، وأنها شعرت أن هناك أمرا ما قد حصل بشكل خاطئ، ولكنها لا تعرف ما هو. نظرت الآنسة رشا إلى قمر وقالت لها: عزيزتي قمر، عندما نلاحظ أن شخصا ما ليس على ما يرام، علينا أن نتعاطف معهم ونحفزهم لمشاركة ما يزعجه، فربما يكون هذا كل ما يحتاجونه. إذن يا آنسة، لم يكن علي أن أطلب من سامي أن يلعب معي، بل كان يجب أن أسأله ما به، أليس كذلك؟ تماما يا عزيزتي. انطلقت قمر إلى الحديقة، حيث وجدت سامي جالسا على المقعد، فجلست إلى جانبه وقالت له: سامي، أخبرني ما الذي يزعجك، فأنا هنا لأستمع إليك. وأخبر سامي قمر ما حدث بينه وبين صديقه، وما الذي يزعجه منه. استمعت قمر إليه جيدا حتى انتهى من الكلام، فشعر سامي بالارتياح بعدما شارك قمر ما كان يشغل باله، وبعد ذلك شكرها على إصغائها له وتعاطفها معه. وهكذا يا أصدقائي، تعلم قمر وسامي اليوم عن أهمية الإحساس بالآخرين والتعاطف معهم. إلى أن نلقاكم في حلقتنا القادمة، كونوا جميعا بخير.